قامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، وتفقدت وزيرة التجارة عددا من الوحدات الإنتاجية بالمجمع الذي يقع على مساحة 40 فدانا ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، يشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء. كما تبعت الوزيرة حركة الإنتاج بالوحدات والتي بدأت الإنتاج الفعلي، واستمعت الوزيرة إلى بعض التحديات التي تواجه المستثمرين.